تمكنك من الجهاد من فيها نقص في الأسلحة أو الذكية. كيف يتم تحديد هذه الرؤية من جهة؟ تتحدد على أي أساس رؤيتك من جهة دي عاوزة أو مش عاوزة؟ بيبقى ليا مرور كل 3 شهور بشوف مثلا عدد الأفراد قد إيه، عدد الضباط قد إيه، السلاح اللي عندهم قد إيه. مثلا عندي مثلا 70 طبق طرنجة وموجود 150، طبعا لازم أديله دعم الطرنجة مثلا. هل يعني ذلك أنك تقوم بمتابعة تلك الجهات والمرور عليها لبيان مدى احتياجها للسلاح والذخيرة؟ من حين لآخر. من حين لآخر. ما مصدر تمويلك أنت كجهة بتلك ذلك السلاح والذخيرة؟ من الإدارة العامة للسلاح والذخيرة في القاهرة. السلاح والذخيرة دول كان ليه على النقاط والأفراد اللي عنده؟ لا انا بديله ويبقى فيه ظابط عقده موجود في المكان وعلى حسب احتياجات بقى الناس اللي داخل الاداره نفسها او القسم بيتم التوزيع المعني. حدد بالضبط نوع وكميه الاسلحه والذخيره التي تم تمويل اقسام الشرطه في مدينه بورسعيد ايام 26 وما بعدها من شهر يناير 2013. يوم 26 حتى الان؟ 26/1/2013 حدد لي بالضبط كمية السلاح اللي كل اسم خدها ونوع الأسلحة اللي تم تمويلها. يوم 26 يوم 27 أنا ما وزعتش حاجة. ما وزعتش؟ لا ما وزعتش. ولا يوم 25؟ اليوم اللي قبله؟ أيوه. أعتقد إن أنا وزعت اليوم اللي قبله. قنابل الغاز لقناة القوات الأمن. قنابل غاز؟ لقوات الأمن. لقوات الأمن، وبالنسبة لأقسام الشرطة؟ اعتقد كان في بعض الجهات اخذت مصاري، بعض الجهات. لا بعض الجهات ولا لا بعض الجهات مش كل الجهات.